عزيزي الصانع الصيني، علمني وين متجه يا حبيب، انت وين داعس؟ شوف التصميم يا ناس، شوف التصميم، شوف شوف المفتاح، في تقديم وترجيع للسياره بعد. الفوكس عفينه، مو معقول. جديد شنجان، شنجان يونيتي جاي بحجم كروسوفر صغير، واقرب ماله تصميم اللكسس اليو اكس. شوف الواجهه الاماميه، انوار ال اي دي، جنط مقاس 20. عطني رايك بالجهه الجانبيه، صدقني لو بتشوف السياره من اول مره بتقول هذه سياره اوروبيه، واطول بشوي من اللكسس اليو اكس. شوفوا ما شاء الله مخارج شكمان، اضاءات ال اي دي، شغل مرتب، مخارج شكمان جايه باربع مخارج. غرفه الوقود راح يمشيك 17، معليش مو واضح. الباب يفتح من هنا، مراتب باللون الاحمر، سقف بانوراما، شاشات، يفتح مقبض الباب زي الجي تي ار. هذه الداخليه دركسون عجيب.